مرحبا. أفاد مصدر بمنتزه برينجيا الوطني بروسيا بأنه فريق من علماء موسكو وتشوكوتكا شاهد حوت ياباني نادر وهو من فصيلة حوت غرينلاند، ويسمى أيضا الحوت مقوس الرأس أو الحوت القطبي. ما بتزيد أعداد هاي الحيتان بالمحيطات عن 200 حوت، واستمر العلماء بمراقبة هالحوت 8 أيام، فكان خلالها عم بيعيش ويتغذى مع الحيتان الحدواء. بيشبه الحوت الياباني بمظهره الحوت الناعم الموجود شمال المحيط الأطلسي، ولكنه أكبر منه حجما. بنرجع لأخبار طقسنا، فعم يبقى غائم جزئيا بشكل عام، وعم تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخاتر عادية من المطر فوق مناطق متفرقة. أما درجات الحرارة فعم بتكون حول معدلاتها أو أدنى بشوي بأغلب المناطق. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لشمالية غربية معتدلة، سرعتها عم توصل ل 16 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60 و 95%. البحر عم بيكون متوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 16 درجة. رح ننتقل سوا هلأ لنشوف كيف عم يكون الطقس بالعاصمة سوريا دمشق بالساعات الجاية. عم بيكون غائم، ودرجات الحرارة عم تسجل فيها دنيا 5 لعليا 14. أما هلأ فرح ننتقل نشوف كيف عم يكون الطقس بأهم المدن والمناطق سورية. بالسويد الطقس عم بيكون غائم أيضا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بدرعة بين 7 و 14 درجة. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 5 و 11. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا عم بيكون ماطر، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 6 و 13 درجة، وبحما بين 7 و 15. على ساحل بطرطوس واللاذقية مكفية الأمطار، ودرجات الحرارة بين 11 و 17 درجة بطرطوس، وباللاذقية بين 10 و 17. أما بلواء اسكندرون فدرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 8 لعليا 16 درجة. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا مكفي ماطر، ودرجات الحرارة عم تتراوح بحلب بين 5 و 12 درجة. بالأخيرة ننتقل نشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. رح نبدأ من مدينة الرقة مثل العادة، أيضا كافية الأمطار فيها، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 6 و 13 درجة. أما بالحسكة فدرجات الحرارة عم تكون بين 5 و 11، والطقس مكفي ماطر. أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 6 العليا 15، والأمطار مكفية. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. أنا هلأ رح أترككم تتعرفوا على أخبار الطقس ودرجات الحرارة بأهم المدن العربية والعالمية. باي.